ركلة الجزاء الأولى. إذن كورة مع أندريا تشيفتشينكو وركلة جزاء قدم ويضيع. زوبر مولر ممتازة جدا. أندريا تشيفتشينكو تسألت عن مصير أولد ترافورد أو مسار إسطنبول في ملعب الأتراك أتاتورك. زوبر بولر يتواصل التألق. باسكال 0-0. التعادل مازال سيد الموقف حتى في ركلة الجزاء. فرصة لأوكرانيا وارتام ويسجل أول هدف يدخل مرمى الحارس باسكال. زوبر بولر في هذه البطولة من ضربات جزاء ترجيحية. 1-0 المنتخب السويسري للأوكراني. الحارس السويسري مشى على اليمين وارتام لعب كرة على اليسار على طريقة بانينكا. الكرة الثالثة للأوكران في المرمى. 2-0 أوكرانيا عن طريق الخبير الثاني سيرجي ريبروف. ريبروف يسجل مع ارتام. 2-0 أوكرانيا. الكرة الثالثة لسويسرا. الفريق السويسري يحتاج الآن شبه معزة باش يرجع في البطولة والمباراة. برسا وإستيا وبوكارست. 3-0 وتمر. 3-0 وتمر. أوكرانيا للتاريخ. أوكرانيا للكوارتر فاينل المونديال. ضيعت شيفا لكن سجل أرتيم وغوتسيفو لبروف. حتى في مباراة الربع النهائي إيطاليا ضد أوكرانيا الآن. ألمانيا ضد الأرجنتين. وإنجلترا في ملاقاة البرتغال. وغدا نتعرف على آخر الأدوار. الآن عصام الشوالي يحييكم وفي انتظار الالتقاء نقولكم إلى اللقاء. نذهب الآن للفاصل.